اصل تالي اللي الهوان انت بتتكلم عليه ده خلانا مؤخرا نسمع مصطلح ما كانش بيتقال زمان، فكره ان ايه، ان في ماتش معين او مباراه بعينها يقول لك المباراه دي ايه، تكسب ولا تلعب. احنا طول عمرنا عارفين ان لكل مجتهد النصيب، وطول عمرنا عارفين ان انت عشان تكسب لازم تلعب، اتضح ان مش بالضروره. هي دي بقى كريم ايه، لو مش نهائي ممكن اقول لك كان ليفربول يكسب، لكن ريال مدريد تعود زي الاهلي كده، تعود على النقهيات مهما جاله فرق قدامه. يعني انا بتكلم قبل ماتش بكره، انا بدي مثل بس، دي بشائر الخير، او بشائر الخير بتقول القاعده دايما ان الفرق الكبيره، الفرق المتمرسه على النهائيات، على حصد البطولات، هو عمل بطوله 14، ان الاهلي داخل على ال 11، فاذا التقارب ده بيقول لنا ان الفرق الكبيره، الفرق اللي هي منظمه للبطولات، القادره على حصد البطولات، هي اللي بتيجي تنفذ كلام اللي بتقوله حضرتك ايه، تلعب ولا تكسب، ولا تكسب. لا دي هنا بقى تكسب ولا تلعب. يعني العب وما اكسبش ده ليفربول، لكن ريال مدريد كسب وما يلعبش، ده النهائي دايما كده، والنهائي متعود عليه النادي الاهلي وتعود عليه ريال مدريد.